بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا النهاردة موضوعنا بعنوان مدرسة الحب، طبعا مقصود به مدرسة الحب في الأسرة، وده اللي إحنا المجال اللي إحنا بنبقى مشغولين به في هذا الاجتماع. حار الأول جزء من إنجيل معلمنا يوحنا البشير من كلمات السيد المسيح في الإصحاح 15، بيقول: هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. والمجد لله دائما أبديا أمين. مدرسة الحب النموذجية هي مدرسة المسيح اللي قدم فيها محبته الغنية للبشر. محبة المسيح اتجلت في صور كتيرة جدا، في رعايته لينا كراعي صالح، واهتمامه بينا كأب حقيقي زي ما بنقول في القداس الغريغوري: كأب حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط. وبحثه عن خلاص كل نفس، وده تجلى في أنه هو أخلى ذاته وأخذ شكل العبد. وحتى لما جه يوصف لنا محبة الله للبشر حكى ثلاث قصص كلهم حب، ثلاث قصص مشهورين موجودين في لوقا 15 بيكشفوا عن محبة الابن ومحبة الروح القدس ومحبة الآب. مثل الابن الضال ده بيكشف عن محبة الآب، ومثل الخروف الضال بيكشف عن محبة الابن اللي ترك في السماء 99 الذين لا يحتاجون إلى توبة ونزل على الأرض يدور على الخروف الضال اللي هو البني آدم. ومثل الدرهم المفقود اللي بيكشف عن محبة الروح القدس اللي بيقود الكنيسة اللي بتمثلها المرأة في المثل، وهي بتبحث عن الدرهم المفقود ومعها المصباح اللي هو عمل الروح القدس اللي الكنيسة بتستنير بيه، هو اللي بيقودها. وتفرح لما تلاقي الدرهم المفقود، أو تفرح أو يفرح الراعي لما يلاقي الخروف الضال، أو يفرح الأب لما ابنه الضال يرجع له. فهنا السيد المسيح مش بس اهتم بينا، لكن كشف لنا بأمثال وطرق كتيرة قد إيه محبة الثالوث القدوس لينا. أيضا مدرسة المسيح في الحب فيها أحيانا كتير تصحيح، واللي بيحب حد لما يشوفه ماشي في سكة غلط يحاول يصلح له السكة ويقول له: خلي بالك السكة دي نهايتها مش كويس، أو السكة دي مش في مصلحتك. فدايما حب المسيح ما كانش فيه تدليل، لكن كان فيه أحيانا توبيخ وأحيانا تصحيح. وأيضا في الكثير من التوجيهات، حب في الكثير من التوجيهات والتعاليم بأسلوب رقيق ومناسب يناسب كل عمر وكل فئة. أيضا كان أحيانا بيبقى فيه حزم لما يشوف ناس هتتجه في اتجاه مش مظبوط يقول لهم: لا
لا يكون فيكم هكذا. لما لقاهم بيدوروا كل واحد بيقول أنا أو بيقول مين يبقى نمرة واحد ومين يبقى نمرة اتنين، قال لهم لا، لا يكون فيكم هكذا. في مواقف حازمة لما كان يلاقيهم ضعفاء في الإيمان يقول لهم ما بالكم خائفين يا قليل الإيمان، إزاي تقولوا إننا نهلك؟ أو مرة تانية وهم برضو في السفينة وقالوا ما جبناش معنا خبز، قال لهم بتفكروا في الخبز؟ بعد ما شفتوا كم ألف أكلوا من 5 خبزات وسمكتين وكم ألف أكلوا من 4 7 خبزات وقليل من صغار السمك. فأحياناً كان الحب بيبقى فيه حزم، بيعبر عنه بشيء من الحزم. أيضاً أحياناً كان بيبقى فيه توبيخ، لو واحد مثلاً من التلاميذ بيهتم بما للناس لا بما لله، ودي حصلت مع بطرس لما قال له حاشاك يا رب أن تصلب، يقولوا علينا إيه؟ منظرك هيبقى إيه؟ إزاي تسمح لنفسك بالمهانة دي؟ طبعاً بطرس فهم يعني إيه صلب. الصلب مهانة ما بعدها مهانة. قال له حاشاك يا رب. راح السيد المسيح بكل قوة قال له اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي. يعني أنت عايز توقف الحاجة الصح اللي أنا بعملها، لأنك تهتم فيما للناس وليس فيما لله. فهنا وقفة حازمة فيها توبيخ وتصحيح للاتجاه اللي كان بيفكر فيه بطرس، إن هو بيهتم بما للناس والمظهر يكون شكله إيه. هينفعنا بيه المظهر؟ ده المظاهر كتير بتعطلنا عن أمور روحية، وكتير بتخلينا نوجه اهتماماتنا في حاجات ملهاش أي قيمة، وبتشغلنا الاهتمام بالمظهر بيشغلنا عن الاهتمام بالجوهر. فهنا الحب فيه حزم وتوجيه وتصحيح. أيضا مدرسة المسيح في الحب كان فيها معايشة، مش واحد بيتكلم من برج عالي، لا ده عايش في وسط الناس، رايح جاي بيسلم عليهم وبيعلمهم وبيحبهم وأحيانا يوكلهم، عايش في وسط التلاميذ. مدرسة، مدرسة حب فيها تباسط ومعايشة وتفاهم، واللي بيسأل يجاوبه واللي بيطلب حاجة يعلمه واللي له احتياج ولا له مرض بيشفيه. معايشة، معايشة، مش بيدي أوامر من فوق، مش منزل على الناس فروض من فوق، هو فوق ومنزل على الناس اللي تحت، دول الناس اللي تحت وهو فوق بينزل عليهم فروض. لا، حب المسيح إنه عاش في وسطنا، عايشنا وعاش زينا، زي ما قال عنه سفر باروخ في الإصحاح الثالث إنه اشترك في المشي مع الناس. اشترك في المشي مع الناس يعني عاش زينا كده، مش على الأرض بتاعتنا، أكل من لقمتنا وشرب من ميتنا. وده الحب، مدرسة المسيح في الحب فيها معايشة. أيضا فيها بذل، بذل حتى المنتهى. مدرسة المسيح في الحب فيها بذل. أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى، وما بخلش بحاجة، أقصى ما عنده ذاته، بذل ذاته، قدم نفسه إلى الموت من أجل حياة أولاده اللي بيحبه. دي مدرسة المسيح في الحب. ما نتعلمش بقى منها في الأسرة إزاي نحب بعض فعلا، إزاي تكون الرعاية والراعي الصالح اللي بيبذل نفسه عن الخراف،
ازاي يكون الاهتمام بكل نفس، مش هسيب الدنيا ماشيه زي ما هي ماشيه وانا مجرد ملاحظ من بره. ملاحظ يعني ايه بقى؟ الاب والام يبقى مجرد مراقب من بعيد ولا ملاحظ؟ ولو ابنه هينحرف ولا بنته بدات تعمل حاجات علاقات غلط هو بيتفرج؟ لا، حب واهتمام وتوجيه زي السيد المسيح معانا، واحيانا يحتاج توبيخ، احيانا تصحيح، احيانا حزم، فيش تدليل. ما سمعناش السيد المسيح كان بيدلع التلاميذ، بالعكس كان متعايش معاهم بس مش بيدلعهم. ولو في اي اتجاه خاطئ كان بيوضحه، بيقول لا لا يكون فيكم هكذا، يعلمهم ويوضح لهم اسرار الطريق، ازاي يمشوا، ازاي يوصلوا للمجد، ازاي يبقوا عظماء لانهم يبقوا متواضعين ويضعوا انفسهم وينكروا ذاتهم زي الاطفال الى اخره. السيد المسيح نموذج لينا، نموذج لينا ازاي نربي اولادنا وازاي نعلمهم وازاي نكون حازمين معاهم. بقى بطرس اللي لسه مشجعه بيقول له طباك يا سمعان ابن يونا ان لحما ودما لم يعلن لك هذا بل ابي الذي في السماوات، بيقول له طباك. يجي بعديها بشويه يقول له اذهب عني يا شيطان. هي الابوه كده، هي مدرسه الحب كده، ان فيها التشجيع وفيها الحزم وفيها التوبيخ لو في خطا. ان الانسان لو سلم نفسه الفكره خطا ممكن تغرقه، لو الانسان سلم نفسه الفكره خطا ممكن تغرقه، لو سلم نفسه لعاده خاطئه ممكن تضيعه. من ضمن الحاجات المهمه دلوقتي ولادنا بقى في ايديهم موبايل، طب وبعدين؟ ولادنا دول اللي في ايديهم موبايل بنديهم الموبايل من غير ما نديهم تعليمات لاستعماله عشان يفضلوا يتكلموا طول الليل من غير ما احنا ندرى؟ يقول لك اصل ببلاش المكالمات بعد 12 بالليل. يا سلام، موبايل وانا بديه بقول له الموبايل ده بيستعمل لحد الساعه 10، الساعه 10 بالليل بتطفيه تحطه هنا على الكومودينو تسيبه عندي في الاوضه من اول ما ياخده. يا ما ضيع ناس ده لو احنا اسأنا استخدامه. لا، هو ممكن استخدامه في حاجات كويسة، لكن بيتفتح الصبح بيتقفل بالليل، الساعة 10 بالليل بيتقفل بيتحط كده، مش عايزين لا ازعاج من حد ولا احنا بتوع ليل. زي الانجيل حتى قال لنا كده، لستم من ليل ولا من ظلمة، جميعكم ابناء نور وابناء نهار. عندنا الشغل الليل ده ولا الشغل اللي في الضلمه ده؟ خلينا دايما حريصين على اولادنا، بنعامل بالحب لكن بدون تدليل ومعاه ايضا حزم. المعايشه زي السيد المسيح معايش تلاميذه وعاش في وسطنا ولحد النهارده بيقول لنا ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. شوفوا قد ايه لما بس مجرد نرفع قلبنا ليه نلاقيه جنبنا. كلنا اختبرنا قد ايه ومعانا ليل ونهار. احنا كده لازم برضه نبقى مع اولادنا متعايشين معاهم، مش يقول لك انا اصلي مش لاقي وقت اديه لاولادي. يعني مش لاقي وقت؟ ولادك لهم حق عليك، هتحب بتقول انت بتحبهم ازاي وانت مش عايز تدي لهم وقت؟ صدقوني الحاجات البسيطه جدا، مجرد ان احنا نقعد مع اولادنا ما تتصوروش قد ايه سعادتهم. مجرد نحكي معاهم في حاجه، نلعبهم اي لعبه ان شاء الله اي لعبه بسيطه، ما تتصوروش سعادتهم تبقى قد ايه. مش مجرد انا ربنا عطيني وجايب لهم شويه لعب وفتح لهم تلفزيون وبيلعبوا مع بعض خلاص وانا سايبهم، لا لازم اقعد معاهم، لازم اتعايش معاهم، لازم اكل معاهم. لان يعني ما كانش كل يوم يبقى كل يعني كل فتره كده، لازم اقعد يلا يا ولاد ناكل مع بعض. حتى لو انا مواعيدي مش قادر اظبطها معاهم ادور لي على ميعاد كل يوم ولا اتنين، لازم ادور على مواعيد واكل معاهم، لازم ادور على وقت نخرج مع بعض ان شاء الله مره في الاسبوع. المعايشه، الحب ما ينفعش يبقى شفوي،
أو في القلب مقفول عليه، لازم يكون حب معبر عنه، حب معبر عنه بالكلمات، بالمشاعر، بالاهتمام، بالمشاركة والمعايشة، حب معبر عنه. مش بس يعني الولاد أصلا هيفهموا إزاي، يقولك بابا مش بيحبني، ماما مش بتحبني، يا مشغولة بتتكلم في التليفون مع قريبتها، يا مشغولة في شغلها، يا مشغولة في المطبخ، وهي اللي بتعمل لهم كل حاجة وهم ما يعرفوش يعملوا حاجة. طب وده حب؟ طبعا ده أنا بموت نفسي علشان. لا كده غلط، ده أنت لازم تعلميهم يتعلموا إزاي يطبخوا، يتعلموا إزاي ينظفوا، يتعلموا إزاي يرتبوا أوضتهم ويرتبوا حاجتهم، ده جزء من الحب، وإلا يبقى دلع. وكل ما يحتاجوا نديهم هو ده الحب؟ وفين أوقفوا على رجليه؟ وفين أعلمه إن هو يشيل مسؤولية؟ مش ده الحب إن أنا أدي على طول الخط كده بدون حساب، يطلعوا متدلعين وعارفين إن بابا وماما هيجيبوا لهم، لما ما يلاقوش بابا وماما اللي هيصرفوا. فين الحب؟ سلام يا ابو. الحب معناه إن الإنسان شايف احتياجات ولاده أكتر من ما هم شايفينها. تعرفين ساعات طفل صغير، أنا عايز شوكولاتة، ماشي حبيب جيب لك شوكولاتة، لا أنا مش عايز غير شوكولاتة، نقول له ما ينفعش، مش همشي وراك في دي، أنت جسدك لو أنت مش فاهم، أنا فاهم، أنا الكبير فاهم، جسدك محتاج مجموعة من العناصر الغذائية عشان يتبني، الأنسجة بتاعته تتبني، محتاج البروتين، محتاج المواد الكربوهيدراتية، محتاج بعض المواد الدهنية وبعض الفيتامينات وبعض المعادن، أنا اللي عارف العناصر، فلازم تاكل ده وتشرب ده وتاكل ده، في تنويعة كده، لكن طول النهار عايزين، مش عايزين غير عسل، مش عايزين غير جبنة، مش عايزين غير شوكولاتة، ما ينفعش. فلازم الكبير لأنه بيحب وفاهم وواعي أكتر من الصغير، لازم يديله احتياجاته مش بس طلباته، يديله احتياجاته. ساعات يبقى هو مش عارف احتياجاته فيطلب طلب ما يكونش مفيد ليه وما يكونش جسمه محتاجه. حتى في الأمور الروحية أنا عارف احتياجاته فلازم أوفيها له، واديله جرعة من دي وجرعة من دي وجرعة من دي علشان خاطر يبقى إيه، ياخد حاجات متكاملة، غذاء متكامل. الولد الصغير يعرف الغذاء المتكامل إزاي؟ ما يعرفش. أنا أديله أقول له بص دي بتفيدك في كذا، ونعمل دي هتفيدك في كذا، القداس هيفيدنا في كذا، الرياضة هتفيدنا في كذا، المذاكرة هتفيدنا في كذا، القراية هتفيدنا في كذا، الإنجيل هيفيدنا في كذا، وهكذا. أنمي موهبتي اللي هتفيدني برضه، وهكذا. يبقى الكبير بيقدم حب معبر عنه ومتكامل، متكامل، مش بس طلبات أولادنا، لا احتياجاتهم اللي المفروض إن احنا بنعرفها أكتر منهم شوية، لكن مفيش مانع نديهم الحاجات اللي هم بيطلبوها في حدود معينة طالما مش هتضر، ونديهم معاها الحاجات التانية اللي هي تكمل وتفيد. ولازم حب يكون في مشاركة، في اهتمام بالمشاعر واهتمام بكل احتياجاتهم بشكل معبر عنه. نقطة تانية مهمة في مدرسة الحب إنه أساس العلاقات المتينة اللي بيننا وبين بعض هو الحب، لأن أحياناً في علاقات بين الناس وبعضها بس مش متينة، لأن مش أساسها الحب، في ناس علاقتهم ببعض مصالح، ده عايز مصلحة من فلان فعامل سبكة معاه، وفي ناس علاقتها ببعضها خوف، خايف منه فبكسب وده، وفي ناس علاقتها ببعض مجاملات، شايلني وشايلك،
وفي ناس علاقتها ببعض مجرد منفعة، أنا بنتفع منه فعمل علاقة معاه، وفي ناس علاقتها ببعضها تسالي تضيع وقت بعض، وفي ناس علاقتها ببعضها كرامة، أنا بعمل علاقة مع فلان عشان أقول أنا أعرف فلان باشا وفلان بيه ومعالي فلان باشا، دي إضافة للذات. مرض، ففي ناس علاقتها كده ببعض وفجأة تلاقي العلاقات دي انتهت بانتهاء الهدف التافه منها. أما الأساس لما يكون المحبة، العلاقة دي تستمر وتنمو كل يوم. فلو احنا عايزين علاقتنا ببعض داخل البيت تبقى متينة، لازم يكون أساسها الحب، وهو ده اللي السيد المسيح أسسه في الكنيسة، قال اللي يربطكم ببعض الحب، مش أي حاجة تانية، مش غرض، الحب. وبهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. أنا عايزكم تبقوا أعضاء في جسدي، أعضاء بعضكم لبعض، زي الإيد ما بتخدم على الرجل والعين بتخدم على الجسم، كلنا بنخدم على بعض، بنحب بعض، قلبنا على بعض، أعضاء بعضنا لبعض، مش عضو منفرد، عضو مستقل، أعضاء بعضنا لبعض، بنكمل بعض زي أعضاء الجسد، مفيش عضو نقدر نستغنى عنه، وكل الأعضاء بتخدم على بعضها، مفيش عضو ضد التاني ولا بيحارب في التاني. إحنا كده، إحنا كده، وده سر قوة الكنيسة. ولو ما كانش فيه حب في الكنيسة تضعف الكنيسة. عجيبة قوي، مرة واحد يعني له مكان كده بيخدم في الكنيسة ومفيش محبة بينه وبين اللي حواليه، بعدين كان فيه موقف في تعامل مع ناس خارج الكنيسة، فبيقول لي ايه، بيقول لي معلش احنا جوه نقطعوا بعض، لكن بره لازم نظهر بمظهر ان احنا وحده واحده. قلت له حبيبي وليه جوه نقطعوا بعض؟ ليه؟ المسيح علمنا ان احنا نقطعوا بعض ونحاول نتظاهر قدام الناس ان احنا بنحب بعض. ده فشل، فشل ان انا اعيش للمسيح وابقى ابن للمسيح اذا ما كانش في قلبي حب. العالم يعمل كده لكن احنا مش كده، احنا لازم نكون من جوه بنحب بعض، بنحتمل بعض، بنقبل بعض على الرغم من الاختلاف، بنطول بالنا على بعض، نتأنى على بعض، نرفق، ما نظنش السوء في بعض، ونصبر ونحتمل، بنحب بعض فعلا، مش بس عايزين نظهر قدام الناس ان احنا بنحب بعض، لكن احنا من جوه بنتكلم على بعض ومنحبش بعض. الأسرة المسيحية كده، أعضاء بعضها لبعض، والمحبة هي أساس البنيان، زي ما بنقول في المديحة بتاعت الصوم الكبير، المحبة أساس العلاقات بيننا، المحبة أساس ترابطنا ببعض. على رأي أبونا بشوي كامل الله ينيح روحه كان يقول المحبة هي عصب الكنيسة، هي الأعصاب اللي ربط الجسد. بعيد عننا لو واحد عنده العصب اتقطع ده الإيد دي ايه؟ دلدلت كده، فقدت التعامل، يعني كأنها انفصلت عن الجسد، صحيح وصل لها دم لكن مفيش لا حركة ولا أي حاجة. فالأعصاب اللي ربطانا ببعض هي المحبة، المحبة عصب الكنيسة، وهي أساس العلاقات وأساس نمو البيت. عشان كده سفر الأمثال يقول لنا لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح ومعه خصام. تلاقي ناس بيحبوا بعض
وإمكانياتهم المادية بسيطة بس سعداء، سعداء بيحبوا بعض، البيت فردوس بيحبوا بعض دول، وليل ونهار واخدين بعض بالحضن وبيبوسوا بعض وبيهتموا ببعض وبيقلبوهم على بعض وبيقولوا لبعض كلمة طيبة وبيشجعوا بعض وبيحتملوا بعض، ليهم سعداء، بيت كله سعادة، في حين البيت مهما كان الغنى مهما كانت الإمكانيات تلاقي السعادة فلتت منهم، إن مفيش حب، بيدور على السعادة خارج الحب، بيدور السعادة، بيدور على السعادة في الرفاهية وفي التجديد بتاع إنه عايز يجدد البيت وعايز يجدد العربية وعايز يجدد اللبس وعايز يعمل، هي دي اللي هتجيب السعادة؟ السعادة إنه في حب. أما الإمكانيات المادية فلا، إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهم حسب احتياجنا، وربنا عطينا على قد ما هو عطينا، أشكرك يا رب. فالحب هو أساس العلاقات، هو أساس البنيان في البيت، وأولادنا هيشربوا الحب لما يشوفونا إحنا الاثنين بنحبوا بعض. الراجل وزوجته لما يكونوا بيحبوا بعض ولادهم هيتعلموا يعني إيه المحبة، شايفينها قدامهم، بعكس لما يلاقوا بيحفظوهم آيات عن المحبة لكن هما مش بيحبوا بعض، بيتكلموا على بعض من ورا بعض، والولاد دي بيتعبوا جدا لما يشوفوا حاجة زي كده. نقطة تانية، إن المحبة تبني، تبني زي ما قال الإنجيل على لسان معلمنا بولس الرسول، العلم ينفخ لكن المحبة تبني. ممكن الإنسان يزداد في المعرفة لكن ما تلاقيهوش بناء، لكن المحبة تبني. قد إيه كلمة التشجيع والحب بتبني النفس وتشجع وتنهض بالنفس المتعثرة، تبني، محبة تبني. اللي عايز يبني بيته صح يزرع الحب في بيته وفي قلوب اللي حواليه، اللي عايز يبني الكنيسة صح يزرع الحب فيها، والعكس اللي بيزرع الحاجة الوحشة، اللي بيزرع الكراهية أو يقلب الناس على بعضها أو يزرع الكلمة الوحشة، ده بيهدم. خلينا دايما أسلوبنا ومنهجنا هو المحبة، هي دي مدرسة الحب، دي تبني الإنسان، تبني البيت. الحب يبني البيت، يبني النفس اللي قدامي، أنا لما بحبه ببنيه. هو الإنجيل بيقول ابنوا بعضكم بعضا، خلي كلامكم للبنيان، خلي أسلوبكم فيه حب عشان يبقى للبنيان، عايزين نبني بعض. نقطة أخيرة، إن المحبة تشفي في كل موقف. صحيح أحياناً نبص لبعض المواقف بالعقل ونقول إيه ده؟ غلطان. طب وإنت لما تحكم عليه وتقول عليه إن هو وحش وغلطان أفدته بإيه؟ لكن لما تحبه هتضمد جروحه، الحب هيوقف نزيف الخطأ اللي هو ماشي فيه. المحبة اللي بتحتمل والمحبة اللي بتتأنى والمحبة اللي بتسامح والمحبة اللي بتصلي من أجل المسيء، المحبة اللي بتصلي من أجل المسيء هي دي اللي تبني وهي دي اللي تشفي الجروح. وده منهج المسيح. العهد القديم زي ما قال معلمنا يوحنا في إنجيله، الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح إيه؟ صار. لو أنا مجرد حكم على الشخص اللي قدامي إنه غلطان يبقى أنا لسه عايش على مستوى الإيه؟ الناموس، طلعته غلط من فوق لتحت، هو غلطان بس ما هو بيموت ومجروح بالخطية وأنا ما قدمتلوش الدواء. أما إذا قدمتله محبة زي ما المسيح عمل، هي دي النعمة اللي ربنا افتقدنا بيها في العهد الجديد. لو أنا قدمتله محبة هبقى داويت جروحه
قدمت له الدواء اللي هو محتاجه. عشان كده السيد المسيح لما كان يطلب مننا باركوا لعينيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، أحبوا أعداءكم، لأن هو مش هيستفاد بأي حاجة تانية غير لو إحنا حبيناه. لو إحنا حكمنا عليه إنه هو وحش، هو استفاد بإيه؟ وإحنا بقينا زي بتوع العهد القديم كأننا ما عندناش نعمة. لكن إحنا ناخد من ربنا بركة ومحبة وروح صلاة وندي، نصلي من أجل المسيئين، نقدم الدواء للناس، ولادنا الصغيرين أو الكبار وبيوتنا. المحبة هي اللي بتشفي، هي اللي بتغير، هي اللي بتضمد الجروح وتعيد صحة الإنسان الروحية ليه. هو اللي بيغلط ده مريض. لو في واحد بيتلفظ ألفاظ وحشة في البيت أو بيتعامل وحش أو بيعمل حاجات غلط، طب ما ده مريض، أو كسلان عن حياته مع ربنا، أو بيمشي في أي سلوك خاطئ، ده مريض. الحب هو اللي يشفيه، والصلاة بحب هي اللي تغيره. عشان كده لازم نكون فاهمين إن السلاح بتاعنا لبنيان البيت ولسعادة البيت هو المحبة اللي هي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس، واللي كل ما بنصلي ربنا بيسكبها في قلوبنا. ربنا يدينا كده ان تكون بيوتنا مش بس بتغمرها المحبة، لكن تكون مدرسة للحب ونموذج ايضا لآخرين. ولربنا المجد الدائم الى الابد. اذا كان حد عنده تعليق او سؤال انا تحت امركم. طيب في سؤال؟ تفضل. طبعا احنا مش في مجال ان احنا نتكلم في السياسة.